السلام عليكم ورحمه الله اهلا بكم في الموجز الرياضي. حجز فريقا جمعيه الاعاقه الحركيه وجمعيه الصم مقعدهما بمنافسات الدور قبل نهائي لدوري خالد بن حمد لذوي الاعاقه الاول لكره قدم الصلاه وذلك ضمن منافسات الدور الاول من المسابقه والتي شهدت حضور محافظ المحافظه الشمالي سعاده السيد علي بن الشيخ حسين العصفور وسعاده الشيخ محمد بن دعيج الخليفه رئيس الاتحاد البحريني لرياضه ذوي الاعاقه بالاضافه الى مشاركه المنتخب الوطني للشباب لكره القدم. ويأتي تأهل فريق جمعية الإعاقة الحركية بعد أن نجح بتصدر المجموعة الأولى برصيد ست نقاط فيما نجح فريق الصم في تحقيق فوز وحيد على حساب فريق جمعية الصداقة للمكفوفين اليوم يعني سمو الشيخ